حذرت النيابة العامة من ارتكاب جريمة الغش في المنتجات، مؤكدة أن ذلك يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وهو ما يعني تصنيفه منتجا غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة أو غير صالح للاستعمال أو الاستهلاك. وأوضحت أن كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث بصورة ما أفقده شيئا من قيمته المادية يحظر ويعد من الجرائم الكبيرة إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما. تحدث عن هذا التحذير من قبل النيابة مع ضيفنا المختص في مكافحة الغش التجاري وتوعية المستهلك الأستاذ سعد الشهري. أهلا بك أستاذ سعد، مساء الخير. إذا النيابة حذرت من ارتكاب مثل هذه الجريمة، جريمة الغش في المنتجات، ما هي صور الغش في المنتجات أستاذ سعد؟ أولا مساكم الله بالخير ومساء العافية. أهلا بك. بالنسبة للغش التجاري في السابق كانت مخالفة، اليوم صراحة خبر جميل عندما يعد كجريمة موجبة للتوقيف. في السابق كانت فعليا مخالفة، اليوم احنا كمستهلكين او كمهتمين او كتوعويين نناشد الجهات المختصة على رأسها النيابة العامة لتطبيق الأنظمة ولحصر الجهات، ايضا للحد من ظاهرة الغش التجاري اللي منتشرة بشكل كبير جدا، خصوصا عند البعد عن الأماكن الكبيرة، عفوا المدن الكبيرة. في المدن الصغيره نلاحظ فيها الغش بشكل كبير جدا، ايضا اوجه الغش على سؤال الاستاذ الكريم. كبيره جدا، تعد في الشكل وفي الوزن وفي التصنيع، ايضا في طبيعه المنتج وجنسه ونوعه وشكله والشكل والعناصر والوزن وما الى ذلك. وهي كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسيه المعتمده تحديدا. جميل. ابرز انواع المنتجات التي يحدث فيها مثل هذا الغش استاذ سعد؟ بصراحة تتنوع أنواع الغش في المنتجات، نتحدث على سبيل المثال لما نتحدث عن قطع غيار السيارات، إطارات السيارات، العلامات التجارية تحديدا يتم التلاعب بها كثير ويتم الغش فيها لما نتحدث عن الملابس والمنسوجات، أيضا في القطع والأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية، في أوجه كثيرة جدا للغش وللأسف منتشرة بشكل كبير جدا، والجهات الحكومية اليوم والجهات المختصة تسعى جاهدة للقضاء عليها، لكن الوضع يحتاج إلى وقت طويل لمكافحتها ويحتاج أيضا إلى تعاون من المستهلك. أستاذ سعد، كيف يمكن للمستهلك يعني في هذا الجانب التعامل مع مثل هذه الجرائم، يعني الإبلاغ عنها، ما هي الطريقة، كيف هي الآلية، خصوصا بعد إعلان النيابة عن تصنيفها أو تحديث النيابة عن أنها جريمة؟ إذا سمحت لي أعلق على النقطة تحديدا، الجهات المختصة تقوم بدورها على الإمكانيات المتاحة عندها اليوم. نعم، احنا كتوعويين ومختصين وانتم كقنوات اعلاميه وجهات اعلاميه تقومون بواجباتكم وادواركم، لكن لي عتب للامانه على المستهلكين انفسهم. اليوم لما نتحدث عن جمهور نادي رياضي معين على سبيل المثال، تجد الجمهور حريص كل الحرص على حقوق النادي. بينما احنا كمستهلكين للاسف مهملين حقوقنا في هالجانب، تجد المستهلكين كثيرا ما يتنازلون عن حقوقهم، تجدهم كثيرا ما يبتعدون عن السؤال والحرص على معرفه الحقوق قبل الوقوع في المشكله. إذا أنا أحرص دائما على المستهلك نفسه أنه يكون أول الباحثين عن المعلومة وعلى المعلومة الصحيحة تحديدا. عندك اليوم جهات مختصة، عندك قنوات إعلامية، عندك حسابات في وسائل التواصل نوعا ما مهتمة، إذا أنت اليوم ما ينقصك إلا الحصول على المعلومة من مكان تثق فيه على الأقل. نعم. من ناحية أخرى أيضا أوجه وأحث المستهلكين على أنه البلاغات اليوم راح تؤدي إلى نقلة نوعية كبيرة في المجتمع وفي حقوق المستهلك تحديدا. لما يكون المستهلك حريص على تقديم البلاغات وعلى نشر الوعي بالطريقة الصحيحة اللي ما تخالف النظام بعيد عن التشهير وجوانبه، فإحنا كمستهلكين نعتبر المستفيد الأول من هذه الشكاوي والبلاغات، لأن الجهات الحكومية اليوم قاعدة تقيس أدائها بالبلاغات وإغلاقها وجودة الأداء في إغلاق البلاغات. نعم، قد يكون هناك غياب لوعي المستهلك فيما يتعلق بالإثباتات أو الأشياء التي يستطيع من خلالها تقديم البلاغ. ما هي أبرز الأشياء التي يجب على المستهلك أن تتوفر لديه لإيصال هذا البلاغ أو هذه الشكوى تجاه هذه المنتجات المغشوشة؟ سؤال جميل جدا للأمانة. المستهلك دائما يغيب عنه الوعي بأول نقطة مهمة جدا في التعاملات التجارية، ألا وهي الفاتورة. الفاتورة اليوم أول الطريق للحصول على حقك. في كثير من المواقف وكثير من المشكلات اللي تحدث بين البائع والمشتري
يكون أساسها عدم وجود الفاتورة، لأنه نظام وزارة التجارة يلزم المستهلك أو يلزم التاجر بالالتزام بما تحتويه الفاتورة من بيانات، وبناء على الفاتورة وتاريخها ووقت الشراء يتم التعامل مع الحدث في حال كان المنتج مثلا مغشوش أو كان المنتج غير مطابق أو كان في عيب مصنعي بناء على الصيانة والضمان وما إلى ذلك. جميل. هل ينفع أنه مثلا المستهلك يتعامل مع هذه السلعة بناء على مثلا الإيصال من البنك؟ عفوا السؤال غير واضح. إيصال للبنك مثلا دفع الفاتورة، يعني لا تكون لديه هذه الفاتورة لكن لديه إيصال مثلا بدفع أو شراء هذا المنتج من صاحب المحل، هل يعتبر إثبات؟ واضح فعليا هو قد يكون إثبات في التعامل، ولكن قد يأخذ وقت طويل جدا في تحديد المشكلة، وقد تتجه الأمور للمحاكم وما وتأخذ وقت طويل جدا. الفاتورة أسرع طريق لحل هذه المشكلة. والفاتورة الإلكترونية ترى أنها يعني حلت كثير من الإشكاليات مثلا التي تحدث لكثيرين من يعني مضايقة مثلا وجود الورق وما إلى ذلك؟ بصراحة الفاتورة الإلكترونية تعتبر حل، ولكن ليس حل جدي. أنا من المؤيدين للفاتورة اليدوية المطبوعة على الورق العادي A4، حتى الأوراق الصغيرة جدا اللي تطبع من المكاين الصغيرة هذه أنا ضدها، لأنها في فترة قصيرة جدا راح تزول منها البيانات وتكون ورقة بيضاء بلا أي هوية. أشكرك إذن ضيفي عبر الهاتف المختص في مكافحة الغش التجاري وتوعية المستهلك الأستاذ سعد الشهري، شكرا لك.